نشكر أعواننا المكلفين بالتعريف بالإمضاء على تزكيات المترشحين، والذين قاموا في وقت قصير بقبول أكثر من 560 ألف عملية تزكية والتثبت فيها ومعالجتها. وقد انتهت هيئاتنا الفرعية في ساعة متأخرة من ليلة البارحة من البت في جميع ملفات الترشح المقدمة، وذلك على ضوء القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة عن مجلس الهيئة